جميل لو قلنا لا ادونا علم، ادونا علم يعني علم مركز. تعاملوا معنا بتواضع شديد جدا جدا، وما حسينا ان احنا اغراب، مع انه كانت غربه قاسيه جدا جدا، لكن كانوا بيحاولوا بقدر الامكان انه يخففوا علينا الوضع بتاع الغربه دي. اذا كان على مستوى الجامعه كاداره، او على مستوى الطلاب، او حتى على مستوى المجتمع المحلي اللي نحن يعني كنا بنتعاون معاه، ودي كلها كانت بتخلينا نحس شويه انه نحن يعني ما غراب. ثانيا فيهم جوانب جميله، كريمين عندهم شهامه. دراستكم للبيطره كان عندها علاقه برضو كمان، يعني مفترض انه يكون يعني التجارب والعملي كله حقيقة دي كان ادونا فيها مساحه كبيره جدا جدا، يعني المعامل كانت مهيئه من السنوات الاولى. ثانيا بعد كده الشغل الميداني نفسه في الجامعه كان يعني خلانا مؤهلين تماما لما تخرجنا من الجامعه. يعني طبيعه باكستان الرعويه قريبه للسودان، عندهم نفس يا ايوه تقريبا. نعم وسخنه زي السودان. وسخنه برضه. ايوه بس هم اشتغلوا في بلدهم. يعني دي لما نتكلم عن النواحي بتاعت الانماء بتاع يعني التنمية. من ادنى او من البنية التحتية ايوه كلها تمام كويس، شغالين فيها شغل صح. غير كذا انت بتسافر بالقطر 48 ساعة من كراتشي الى اسلام اباد، ما بتلقى حتة فاضية. يومين خدار كلها مزروعة بيشتغلوا، والزراعة برية الانسياب.